ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما قالته الحكومة عن عيد الأضحى وأضحية العيد. طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس المواطنين بخصوص وفرة وأسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى. وقال بيتاس في كلمة بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس بالرباط: الحكومة معبأة لإنجاح هذه المحطة لتمر في أحسن الظروف والأجواء. وأكد بيتاس على حرص الحكومة على وفرة عرض الأضاحي وأن تكون الأسعار في مستوى معقول. ولفت بيتاس إلى أن إنتاج القطيع الوطني تأثر في السنوات الماضية بسبب عدد من العوامل من ضمنها جائحة الكوفيد والجفاف، غير أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان وفرته بالأسواق. الآن ندرة اللحوم أنا ما متفقش على التوصيف، نقدر نقول بأن هناك يعني واحد الارتباك على مستوى يعني كيفاش كان القطيع ديالنا هذه واحد المجموعه ديال السنوات، وكيفاش وصلنا لهذه الوضعيه هذه اللي رحنا فيها في هذه السنه. وطبعا بلا ما نذكرش الاسباب، لان الاسباب تعرفونها جميعا، والاسباب هي انه القطيع الوطني في السنوات الماضيه خاصه في الكوفيد وفي يعني توالي سنوات الجفاف، وخاصه يعني في واحد المجموعه ديال المراحل اللي مرت منها بلدنا تاثر القطيع الوطني. لكن الحكومه خدت مجموعه ديال الاجراءات. هاد الاجراءات اولا كاين الاجراء الاول الذي امر به جلاله الملك عبر تخصيص 10 المليار ديال الدرهم لفائده العالم القروي. جزء منها فيه واحد الجانب ديال اغاثه الماشيه، فيه الاعلاف المركبه والاعلاف يعني بصفه عامه، فيه ايضا الجانب ديال توريد الماشيه عبر احداث مجموعه من النقاط ديال الماء. ثم جاء الاجراءات الحكوميه المتواليه اللي خدتها الحكومه، خاصه عبر داك التخفيضات الضريبيه اللي مرتبطه بالاستيراد، قلناها في هذه الندوه، قلناها في مناسبات اخرى. مستوى الاستيراد لم يصل الى ما كنا نتمناه حقيقه.